تطيب السجايا حين تروى عروقها، معي هدى من منبع الوحي صافيا، فتسمو كما النخل الأصيل مهابة، وتمتد زهرا في ربى الكون زاهيا. رياض من الأخلاق يندأريجها، حديثا شبيا بالمكارم زاكيا. رياض من الأخلاق يندرجها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فإن شهر رمضان شهر الجود والكرم، شهر العطاء، شهر البذل، شهر الإنفاق في أوجه الخير. النبي صلى الله عليه وسلم كان جواداً، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات ربي وسلامه عليه، فكان يتفقد المساكين وينفق على المحتاجين، وما كان صلى الله عليه وسلم يرد سائلاً، وكان جوده وإحسانه يتضاعف في شهر رمضان، كما أن الله عز وجل فضله وإحسانه يتضاعف في هذا الشهر المبارك. فما أجمل أن يبادر المسلم وأن ينفق في هذا الشهر العظيم المبارك، وأن يتصدق وأن يحسن إلى المحتاجين، وأن يبذل في هذه الأيام المباركة. المحتضر لا يذكر من الأعمال الصالحة في أثناء الاحتضار إلا الصدقة، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. نسي كل الأعمال فلم يذكر إلا هذا لما يرى من فضلها ويرى من عظيم أجرها. في عرصات يوم القيامة الصدقة تأتي وتظلل على صاحبها، فالمرء في ظل صدقته يوم القيامة. فليحرص الموفق وليحرص المسدد على البذل والإنفاق والعطاء في هذا الشهر العظيم المبارك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أعطى رجلا غنما بين واديين حتى انقلب هذا الرجل إلى داعية، فذهب إلى قومه وقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وأنفق يا ابن آدم ينفق عليك، وكل يوم يصبح فيه العباد ينزل ملكان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. فليحرص الموفق على المبادرة والمسابقة في البذل، فالمال يزيد ويكثر بالإنفاق ويكثر بالبذل والعطاء، وخاصة زكاة المال. فالأموال الزكوية يجب المسارعة وإبراء الذمة في إخراجها، والناس يحرصون على إخراج الزكاة في رمضان حتى يجمعون بين شرف الزمان، فحتى يأتيهم شرف الزكاة وشرف الزمان، لأن رمضان شهر مضاعفة الجود وشهر الإحسان وشهر البذل والعطاء. وما ينفق إنسان نفقة إلا والله عز وجل يخلفها ويعني يعوض صاحبها خيرا، الخلف في المال والتوفيق والبركة، فليكثر من الصدقة. وجاء في الحديث داووا مرضاكم بالصدقة، فمن وفق لهذا الباب فقد فتح له باب خير كبير. فنسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا من المبادرين والمسارعين إلى طاعته والإنفاق والبذل في مرضاته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبالله التوفيق والله أعلم.
طيب السجايا حين تروع عروقها معينا هدى من منبع الوحي صافيا فتسمو كما النخل الأصيل مهابة وتمتد زهرا في ربى الكون زاهيا رياض من الأخلاق يندأ ريجها حديثا شبيا بالمكارم زكيا شبيا بالمكارم زكيا رياض من الأخلاق رياض من الأخلاق رياض من الأخلاق يندرجها.